لا ده اللي سعيد بوجودك يا دكتور. شغال انا اللي سعيد بوجودك النهارده وتشريفك لنا يا دكتور عماد. انا هنكون خفاف يعني، ما تخافوش. اولا هي دي اخر محاضره دكتور سامح صابر لظرف يعني الحقيقه طارئ يعني تم تاجيله، فاحنا هنعمل ديسكشن. هو في جزء من المحاضره اتقال امبارح في محاضره الدكتور خالد يوسف، بس انا عشان بس الناس اللي ما كانتش متابعانا هحاول تو ذا بوينت، نتعامل ازاي مع ثايرويد نديول وهنخلينا كلينيكال. كل كلامنا السيشن اللي فات كان على الفانكشن. الثايرويد فيها حاجتين، يا فانكشن يا سايز، يا اناتومي يا بايوكيمستري. اللي فات كان هرمون، اللي دلوقتي اللي هنتكلم عليه سايز جلاند، هنا باللاب، هنا ايميجينج. احنا بنتكلم على حاجتين مختلفين. اللي هنتكلم عليه دلوقتي النوديول ايميجينج. كنا دايما بنحتار لانه ما كانش في حاجه واضحه دايما في النوديول. الجراح اول ما يشوف نديول يقول كانت المفروض تتشال امبارح، الاندوكراين يقول لك لا لا ما تتشالش، سيبك منها ما تجيش ناحيتها. فدايما كان في ديبيت ودايما كان في خناقه. طب هل الموضوع ده لانه ما كانش في اساس الناس تتكلم عليه؟ طيب هي موجوده، موجوده وزادت جدا، ويمكن 60-65% في الهيلسي انديفيدوال. يعني لو عملنا كلنا كده هيطلع في ناس عندها ثايرويد نديول، لكن معظمها اسيمتوماتيك. وبيعمل معظم الناس بتعمل سي تي شيست مثلا، يقول له خد بالك ان في ثايرويد نديول، اكسيدنتال ديسكفري، انسيدنتولوما زي ما دكتور خالد يوسف قالها امبارح. معظمها ان جنرال بناين، معظمها بناين يعني المالجنسي قليل، مش معظمها مالجنت. ممكن تيجي مانيفيستيشن ثانيه غير، ممكن تيجي لو هي زايده اي شويه كومبريسيف سيمتومز، وان كان ده مش كتير. دايما ناخد بالنا منها في الناس اللي واخدين ايريديشن قبل كده او فيهم منفك، او ممكن تيجي النوديول دي تبقى اكتف زي اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، النودولار جويتر، توكسيك نودولار جويتر، وتيجي لي بمانيفيستيشن بقى على بقيه الجسم، بتيجي بهايبر ثايروديزم. طيب اللي خوفني كلمه المانيفك، هو دايما انا مطلوب مني اجاوب على كذا سؤال في النوديول. يعني النوديول دي انا خاف منها في دي اولا، امتى اقول بناين، امتى اقول مانيجنت، امتى اشيل، امتى ما اشيلش؟ طب امتى افكر الاول ان دي مالجنسي؟ لو في هيستوري في ريديشن اخاف، لو في هيستوري في مدار الثيرويد كارسينوما، وده ده فاميليال هيستوري وده قليل ماهوش كتير عشان ما نخافش. اكستريم اوف ايج اقل من 20، دلوقتي احنا بنبدا نشوف ثيرويد ديول في سن صغير، يمكن عشان الاويرنس زاد وبدات الناس تعمل سونار، يمكن قبل كده ما كانش الموضوع موجود. الميل اكتر من، برغم ان كل الثيرويد ديزيز كومن في الفيميل، لكن المالجنسي هنا كومن في الميل. لو حصل فيها تشينج رابيد ما كانش واخد باله منها، فجاه لقى فعلا ان في حاجه بتزيد، احيانا يبقى سيست وجمع ودي ما تخوفش، او هيمورج. لكن لو هي فعلا نوديول وحجمها زاد لازم اخد بالي منها. لو فيرم هارد كونسيستنسي، ودي ممكن اشوفها بالكشف عادي، ومع الخبره بتلاقي نفسك بتقدر تحدد الليمف نود. لو لقيت ليمف نود لا لازم تاخد الموضوع سيريس. دي الحاجات اللي تجاوب لي على سؤال هي بناين ولا مالجنت، وده المدار الثيرويد كارسينوما اللي هو قليل. يبقى انا فيزيكال اكزامينيشن، اعمل ثايرويد اكزامينيشن اللي هو بالمناسبه من الحاجات القليله اللي بتتعمل، ليه؟ يمكن عشان الحجاب ممكن، لكن حتى في الرجاله ما بنعملش، لكن في الستات لان اكون في الفيل لازم ابص على الثايرويد، لازم ابص على الثايرويد، لانه خصوصا في الاوبيس والكلام ده ما بتبقاش ظاهره، لكن انت مع الوقت ممكن تتعود انك انت تلاقي فيه نوديول وتاخد بالك منها والعيان ما يكونش واخد باله. الحاجه الثانيه لما بطلب انفستيجيشن فري تي 4 تي اس اتش، لو لقيت تي اس اتش واطي اخش في سكه الهرمون والفانكشن، يبقى ممكن الاثنين مع بعض، ممكن الاثنين مع بعض لو فانكشنينج نوديول. طيب عايز اعمل ايفالويشن سونار، لازم السونار هو كورنر ستون. السوسايتي عملت حاجات كتيره، والسونار من الحاجات اللي اوبريتور ديبندنت، بيعتمد على العين اللي بتشوف. ممكن واحد يطلع لك داتا كتيره جدا، واحنا عندنا نماذج احيانا. دكتور عمر يمكن كان له كلمه ظريفه كده، في بعض الناس عندها فيجوال هالوسينيشن في السونار، بيشوف حاجات تيجي تشوفها بعد كده ما تلاقيش حاجه، ويعني الواحد بدا بعد الوقت كده يضطر انه يعيد، لانه في بعض الناس بتكتب حاجات كتيره وحاجات تتقاس وتيجي بعد كده ما تلاقيش حاجه. فالسونار اوبريتور ديبندنت، يبقى اعتمد على اللي بتشوفه. لازم لو انت مش شايف الكلينيكال ماشي، ممكن تعيد السونار تاني في مكان تاني، ده مهم جدا لان الموضوع هنا ما تخوفش الناس من غير داعي. يبقى السونار مهم. بعد السونار يبقى احنا هنا عندنا اول حاجه، السؤال الاول بناين وفروم سسبيشس، السؤال الثاني في كومبريسيف سيمتومز ولا فيش، دي هتبقى في الهيستوري، السؤال الثالث نعمل ثايرويد فانكشن عشان هو انا بتكلم في الايميجنج ولا ايميجنج وفانكشن. الحاجه الثانيه بعد كده هي حته الكانسر اللي احنا اتكلمنا عليها.
الحاجات بتاعت الجايد لاين كتيره. اول حاجه التصنيف بتاع السونار اللي هو الامريكان كولج اوف راديولوجي اللي هو التيراد من 1 لـ 5، من اول واحد المور بناين لغايه 5 اللي هو هايلي سسبيشس. فايدته ايه؟ هل ده بيحدد مالجنس؟ لا، بيحدد الريسك اوف مالجنس. هو ده عنده احتمال انه يجي له مالجنس قد ايه؟ البناين اقل من 1% اللي هي جريد 1، والفيري لو اقل من 3%، اللو من 5 لـ 10%، الانترميديت 10 لـ 20%، الهايلي سسبيشس هو ده. طيب ده بيفرق معايا ايه في حاجه تانية؟ اخد بايوبسي امتى؟ في البناين ما باخدش بايوبسي، اللي بعد كده الانترميديت الفيري لو واللو لو اكتر من 1 سنتي او 2 سنتي. في القليل او الهايلي سسبيشس اخد لو في كرايتيريا عاليه. طيب لو اقل من 1 سنتي يبقى في صعوبه انك انت تاخد بايوبسي وصعب مش. طب لو فيها مالجنسي، هل معنى كده ان في تناسب طردي؟ يعني كل الحاجات المالجنسي يجي في الكبيره ما يجيش في الصغيره؟ لا، ممكن يجي في الصغيره الاقل من 2 سنتي، بس اسمها مايكرو فوليكولار، وفي ناس بتعيش وتموت بيها وشافوها بوست بارتم ليه والناس كانت عندها وما كانش فيها مشكله. فالاقل من 1 سنتي ما تقلقش، ان حتى لو مالجنسي المالجنسي بطيء وبياخد وقت طويل جدا وحتى صعب انك انت تاخد بايوبسي. لكن هل يعني الموضوع انك انت يعني في تناسب طردي طول الوقت؟ لا طبعا، ممكن واحيانا كتير بنفاجئ ان حاجه شكلها تيرادي 2 بس كبيره تيجي تاخد منها فاين نيدل تطلع مالجنسي، والعكس صحيح، يطلع لك تيراد 4 تيجي تعمل فاين نيدل يطلع لك الدنيا كويسه ومفيش مشاكل، او يطلع لك حتى سسبيشس او فوليكولار تيجي تعمل اوبريشن بعد كده تعمل سيدكتومي يطلعها نودولار، او يكون مطلعها فوليكولار وتيجي تعمل سيدكتومي يطلعها بابيلاري. فالموضوع ماهوش ستريت فورورد، الحاجات دي كلها للتسهيل، لكن ما فيش حاجه نقدر نحلف عليها، يعني بيدينا خريطه كده نمشي عليها، لكن كل يوم بنشوف حاجات مختلفه عن اليوم اللي قبله. الريسك ستراتيفيكيشن، ادي اول شكل البلاين بيورلي سيستك سيست، والتالي ده مش محتاج بايوبسي، كاتب لك سيست شويه ميه موجودين فما فيش مشاكل وما فيش داعي نرعب الناس. للاسف الشديد الاسبوع ده كان حاله بيورلي سيستك وكان دفع مقدم العمليه. طيب الحاجه الثانيه فيري لو سسبيشس سبونجي فورم بارشلي سيستك وجزء سوليد. في الحاجات دي ممكن نعمل اسبيريشن، كان نفسه الدكتور سامح صبري يكون موجود النهارده، احنا عاملين شغل كويس في الحالات اللي زي كده. احيانا بعد ما يعمل اسبيريشن يشوف الدنيا اخبارها ايه، احيانا جدا لما يبقى الراديولوجيست امين ممكن يقول لك لا انا الدنيا مش مستاهله ناخد بايوبسي، بعد ما عملت اسبيريشن الحجمل واللي انا شايفه ده اصنفه مع الاولاني مش محتاج بايوبسي. وبالتالي في حاجات لما تبقى بارشال سيستك وبارشال سوليد ممكن اعمل اسبيريشن واخد من السوليد، ريسك في كانسر هنا، وممكن دي تعدي برده وزود بايوبسي الا اذا كان سايز كبير او سايز متغير. يعني كان 1.5 خلال فترة بسيطة بقى 2 بقى 2.5 متغير تقلق حتى لو كان مش كتير. ده الشكل اهو سبونجي فورم بيسموه. طيب اللوسس بيشيس نبدأ بقى في الإيكوجينيستي، من الإيكوجينيستي أيزوكويك وهايبر إيكويك، كل ما الإيكوجينيستي تقل كل ما أخاف، كل ما الإيكوجينيستي تقل. لكن أيزوكويك أو هايبر إيكويك لسه في اللوسس بيشيس، وده أخد بايوبسي إمتى؟ لو أكتر من 1.5. ادي اللوسا سبيشس اهي الايكوجينيسيتي، اللون زي اللون اللي حواليه. طيب الانترميديت بقى بدانا في الهايبوكويك، هايبوكويك يعني السمار بدا يزيد، السمار في النوديول بدا يزيد، فهنا اخاف واخد بايوبسي هنا لو اكتر من 1 سنتي زي دي كده اهي بدات تسمر شويه عن السراوندنج. اخر حاجه بقى الهايلي سسبيشس دي سوليد هايبوكويك الريجولار مارجن مايكرو كالسيفيكيشن جايه بالطول اكتر مش بالعرض، فيها الايفيدنس اكسترا ثايرويدال اكستنشن في لينف نود سسبيشس، هنا لازم اخد بايوبسي عشان خاطر وخصوصا لو في لينف نود زي ما قلت. ادي شكل هنا اهو فيها الكالسيفيكيشن موجوده والهايبوكوجينيسيتي. طب نهون اخطر ايه؟ اخطر حاجه بشوفها، اكتر حاجه تقلقني المايكرو كالسيفيكيشن، يليها الهايبو ايكوجينيسيتي، يليها تولر ذان وايت. ماشي، يبقى المايكرو كالسيفيكيشن الهايبوكوجينيسيتي والتولر ذان وايت دي اكتر حاجات ايه تخوفني. طيب خدت بايوبسي، البايوبسي برضو نفس القصه كده، البايوبسي جريد لو طلع نان دايجنوستيك افرح ولا ما افرحش؟ لا تفرح ولا تزعل، هتعيدها تاني. نان دايجنوستيك لا جود نيوز ولا باد نيوز، نان دايجنوستيك يعني هو خد من تشو جنبها، لا تقول ولا تقول لا، كانه ما خدش حاجه. بناين كويس خلاص، مونيتورد الترا ساوند كل 6 شهور وريسك في مالجنسي قليل. الاتيبيا اوف انترميديت سيجنيفيكانس دي برضو هتبقى فيها يعني هتبقى برضو في ناحيه في سكه الايه في سكه النورم. الفوليكولار نيوب لازم لا بيقدر يكتب كارسينوما ولا بيقدر يكتب ادينوما، فالحاله اللي زي كده لا.
للاسف الموليكولار ماركينج، الموليكولار ماركر تيستنج ما عندناش، وده دايجنوستيك. وفي حالات يمكن احنا لو كان في الوقت متسع كنا عاملين كيس برزنتيشن لكل حاجه، وكنت بحاله سسبيشس قوي، ما تعمل لها موليكولار تيستنج تطلع نيجاتيف تطمنك. لكن ما عندكش موليكولار تيستنج اللي هو مش متاح بالنسبه لنا، فوليكولار بلازم سيرجري، لانك انت ما بتعرفش دي هتبقى ادينوما وكارسينوما. الفاين نيدل، الفاين نيدل ما يقدرش يفرق، لانه ما بيجيبش الكبسول وما بيجيبش الفاديسلز، فما يقدرش يقول لك لا ادينوما ولا كارسينوما. وبالتالي خليك في السيف سايد. مش معنى ان احنا اندوكرينولوجيست يبقى ان احنا اجيلس ان احنا نحول لحد جراحه خالص. انت خايف ليه؟ عشان برضو الشباب بتاع الاندوكرينولوجي ما تخافش، ما هتعمل توتال سيردوكتوم وهترجع لك تاني، ده هتكمل معاك فور لايف بعد كده، ما تخافش يعني هي جايه لك برضو تاني. فاللي خايف بقى هيحولها الجراحه مش هترجع له، لا هتعمل توتال سيردوكتومي وتريتمنت فور لايف، فهي مكمله معاك بعد كده. بس مش معنى كده انك تحول كل الحالات للجراح بقى وايه وتظبط معاه وبعد كده ايه بستفدت من ناحيتين. اصل الاجيال الجديده دي نصحه شويه عن الاجيال القديمه يعني. طيب السسبيشس فور مالجنسي هنا بقى لا سيرجري، وحته سيرجري ولوبكتومي او توتال سيرجكتومي، وهنتكلم في الحته دي لان يعني حته لوبكتومي دي الحقيقه انا ما بحبهاش قوي يعني، وده بيرسونال اكسبيرينس ماليش علاقه بحد يعني. ممكن برضو نسمع هنا راي الزملاء كلهم، لانه النوديول اوتو ميون ديزيز زي ما ظهرت هنا بعد شويه هتظهر هنا. يمكن في بعض الدراسات اتعملت لو سنجل نوديول في ناحيه وخدوا تشو من اللوب الثاني اللي هو ابارنتلي نورمال، وجدوا انه في تشينج بتحصل، ده لسه ما عملش نوديول، لسه ما ظهرتش النوديول. وبالتالي ماي بيرسونال اكسبيرينس واساتذتنا موجودين توتال سيروديكتومي، يبقى انا خلصت من حته الحجم وبتابع الافراز بعد كده. لكن اعمل لوبكتومي وبعد شويه سنتين ثلاثه وخصوصا سنه صغير 20 سنه بعد 30 سنه نوديول ثاني هتفتح ثاني، الكلام ده بره. بره ليه؟ لانهم عندهم مش الابروتش بتاعهم هنا مختلف، في لابروسكوب يخشوا اكس من اكزيلري وبالتالي يقدر يشيل ومفيش سكار هنا، لو احتاج الناحيه الثانيه هيشيل ومفيش سكار، لكن احنا بنفتح مره واحده هنا. الفتح الثاني بيبقى فيه ادهيجن وفتح صعب جدا وقرار صعب وتجربه العين ما بيحبش يعيشها. المالجنسي توتال سيرودكتومي ولازم يبقى معروف، لان بعدها بقى الدوز العاليه من الراديواكتيف ايودين وبعدها قصه ثانيه، لان بعدها لازم اوصل التي اس اتش لتارجت قليل، يعني بعدها في ريجيمن مختلف عن الريجيمن اللي بعد كده. طيب الشكل هنا اهو الثايرويد نيدول ادي سبريسيف ثيرابي يا ترى مادي هنا؟ بعض الناس بتبقى متحمسه لها لكن الحقيقه ملهاش رول قوي، وخصوصا فجأة انه نوديول 4 سم واخد سبريسيف ثيرابي، الكلام ده لو 2 3 سم 3 4 مللي فانت يعني عامل سبريسيف، لكن ما حدش ريكومند، في ناس بتحبها كل واحد طبعا. الراديو اكتيف ايودين لسه متكلمين عنها من شويه في اعتقد خد. السيرجري لوبر ولا توتال؟ اي ثينك انه توتال. المينيمال انفيزيف تايب. الحته بقى المهمه يمكن ما اتقالتش امبارح، طب احنا عندنا حاجه ثانيه ويمكن دي انا كنت عاملها مقدمه عشان الدكتور سامح كان هيكمل عليها. الايثانول بعض الناس بتديه، ممكن الدكتور حسام غازي هيدينا هنت عنه. ثلاث حاجات اللي ورا بعض دول للراديو فريكوينت ابليشن، انا عايز النوديول واحافظ على الجلاند، يعني جلاندك معاك والنوديول نتخلص منها واحنا كده السيروت فانكشن حلوه. ليزر بياخد وقت طويل، راديو فريكوينسي وقت اقل شويه، مايكروويف رائعه، مايكروويف سريعه وبنتائجها كويسه جدا، ودي رساله حسام حسني ويمكن احنا سجلناها هنا بعد المؤتمر الثاني بتاع الاسم من سنتين، لما طلعت النتائج دي تحمسنا وسجلنا الرساله دي، يمكن احنا هنناقش ان شاء الله الشهر الجاي باذن الله. فالثلاثه دول الثلاثه دول زي بعض بس مع فارق التوقيت ان شاء الله، مع فارق الديوريشن في البروسيدور. الحقيقه انا لما حضرت ورك شوب مع دكتور سامح في كان في حاجه انترناشونال ورك شوب معموله وكان حاضر ناس من جنسيات مختلفه، الحقيقه رائعه انا ما شفتها، عمل لي انشورنس لانه مجرد انسيجن ويعمل سيبريشن للكبسول ويبدا يحن خلال دقائق الابليشن، يحصل ابليشن للنيديول وسيف جدا، والاكسبير اللي عنده اكسبيرنس فيها ويمكن معانا واحد من الناس الاكسبيرت الدكتور حسام غازي هيديها يكمل لنا برضو الاكسبيرنس بتاعتنا. طيب نعمل ايه في الثايرويد نيديول؟ هنعمل تي اس اتش وسونار. اي نيديول تجي لك هتعمل ايه؟ تي اس اتش وسونار. التي اس اتش سب نورمال هتعمل 3 تي 4 تي اس اتش عاليين، خلاص احنا دخلنا في سكه الايه النيديول فانكشنينج ده هايبر ثايرويديزم وعالج، خلاص دي دخلنا في سكه الفانكشن. النيديول نون فانكشنينج هناخد ايه؟ خلاص الاولانيه عالج، الثانيه هنبدا نشوف نورمال، يبقى هنا خلاص الاوفر، الثاني هناخد ايه؟ فاين نيدل اسبيريشن، وعلى اساس الفاين نيدل عملنا نقدر نشوف هنمونيتور ولا هنعمل ليبرتي. الكونكلوجن ان دي كومن، مفيش داعي يعني نعمل رعب عند الناس، كومن دي حاجه موجوده وبنشوفها كتير اكسيدنتال معظمها بناين. السونار اساسي
مفيش ايفالويشن من غير فاين نيدل. حتى على فكره قبل ما اعمل مايكروويف او لازم اعمل فاين نيدل، ما اقفلش على مالجنسي، لازم اعمل فاين نيدل الاول. يمكن كان الدكتور سامح كان بيحب يعمل تروكت نيدل، بس الحقيقه لما حضرت ديسكشن بين الزملاء في الراديولوجي لقيت ان معظمهم مع الفاين نيدل. في ناس كتيره جدا ودراسات كتيره ما وجدتش ان التروكت نيدل فيها داتا اكتر من الفاين نيدل. انا حمست شويه للتروكت نيدل عشان تاخد بيبسي اكتر، لكن في الحقيقه الاخر لقيتها انفيزيف والعين بيكش وما بتطلعش بداتا اكتر ولا على مستوى الايفيدنس. الفاين نيدل جولد لازم قبل ما تقول للعيان اي كلام على الثايرويد نيديول طالما هو كانديديت للفاين نيدل يعمل فاين نيدل الاول، وبعد كده الموليكولر تيستينج لو متاح طبعا يبقى كويس. سيرجيكال ريموفال قلنا الاغلب توتال، نون سيرجيكال ابروتش جاي ونتائجه كويسه اشتغلناها خلال السنتين اللي فاتوا وانا شايف نتائج كويسه. التي اس اتش سبريشن ثيرابي مالوش رول زي بالظبط السيشن اللي حطيتها في الاوبيزيتي، محتاجه مالتي ديسبلينر ابروتش للترينيست، ويمكن ده ان شاء الله اللي هنعمله بالنسبه، انا نسيت اقولها في محاضره الاوبيزيتي ان شاء الله 4/11 عندنا الاوبيزيتي فورم هنا ان شاء الله يكون في نفس المكان، هيبقى فيه المالتي ديسبلينري من نيتريشن وميديكال وبارياتريك وسايكاتري. هنحاول نعمل كارديو فاسكولار. طبعا اول ما شفت الدكتور احمد على طول قلت كارديو فاسكولار، لازم ما ينفعش نعمل حاجه في الاسم من غير كارديو فاسكولار، ما تمشيش على طول مش هياخد عليها الموافقه يعني. فبرضه نفس القصه الثايرويد نيديول، ثايرويد نيديول نفس القصه كده، لازم يمكن الدكتور ماجد هنا يعني الهرمون اللي بيبقى موجود، اتكلم الدكتور ماجد او اتكلم الدكتور سامح، لازم يبقى في بيرسونال كونكشن بينك وبين في المالتي ديسبلينري، ده بيريح جدا. انت ايه رايك الحاله دي؟ طب انا شايفها كذا، طب انت شايفها كذا، في الاخر بنعمل هارموني كويس وتوجزر ويدو بيتر. واعتقد ان احنا كده ختمنا محاضرات النهارده، سيب الدسكشن.